السابقة هي الأولى من نوعها. قامت مجموعة من القطاع الخاص في العاصمة الأردنية عمان بإنشاء مبادرة أطلق عليها اسم مش عيب، وذلك لكسر ثقافة العيب عند العاطلين عن العمل. طبعا كان هناك مدراء ورؤساء وأصحاب شركات قاموا بالعمل كموظفي خدمة أو جرسون بين قوسين، يخدمون الناس في المطاعم وطابعين على قمصانهم كلمة بين قوسين مش عيب، والتي هي المغزى من حملتهم. الزميل عماد العضايلة كان أحد المشاركين في هذه الحملة، وأكيد مش عيب أنك تشتغل كمراسل للـ MBC. خلونا نشوف هذا التقرير من عمان. شاي؟ شاي؟ لو سمحت، لو سمحت والله اثنين شاي، وشوفي عندك مقبلات كمان جيب. جيب المقبلات جيب. دقيقة، مش أنت الدكتور مهند؟ مرحبا دكتور. أهلا أهلا. شو جايبك هون؟ شو بتعمل؟ شو كلمة من حرفين، لكن لا لحرفيها ولا لمعناها الذي كان يفرق ما بين المدير والعامل والفقير مكان هنا. وإذا سألنا شو صار في هذا المطعم، فباختصار بدأ مدراء ورؤساء الشركات بتبادل أدوار الناس في الحياة. سنين وهم يجدون من يخدمهم، فلا مانع من ساعات يعيشون خلالها مشاعر الجراسين، هذه الفئة التي بات المدراء منهم، وبحلتهم الجديدة التي ستكون بعد أيام بحلة العاملين بمحطات الوقود. والخافي مش عيب كما نرى وترى عدسة الـ MBC. السلم دائما بدك تبلشه من الدرجة الأولى، والدرجة الأولى هي هذه اللي مش عيب. لما نزيحها إن شاء الله الكل بصير تشعر، حتى مع العامل لو أصبحت رجل أعمال في المستقبل، أنت بتشعر مع العامل اللي عندك شو شعوره هو بيشتغل في الشغل هذا. عم نحاول نثقف الشعب ونغير نظرة المجتمع إنه الشغل مش عيب، اللي بده رزقه بده رزقته بده يسعى لها، وبالتالي أي شغلة حرفة مهنة ممكن إنه تعطيه دخل بطريقة شريفة. كلنا للأردن مثل يقول اسمك على رسمك، وعلى هذه القمصان طبعت كلمة مش عيب كرسالة خطت على لباس المدراء الجراسين، لكنها وبعد هذه الصور قد تحفر في ذاكرة كل الحاضرين أن الناس كلهم أبناء آدم وحواء، وليس هناك أحد أفضل من الآخر. ناهيك بأن العيب ليس في خدمة الآخرين، لكن العيب الكبير في نظرة البعض لفئة العاملين. التغيير لا يمكن أن يكون إلا أيضا بإحداث إبداع. الإبداع هو خروج على المألوف وخروج على السائد في حياة المواطن لكي يتقدم بنفسه للعمل ويغير في حياته، وبالتالي تخفيف عبء اقتصادي، تخفيف إشكالية كبرى تواجه الأردن وتواجه كل الدول العربية اللي العمالة الوافدة تشكل فيها نسبة عالية جدا. بيده اليمين تحمل قائمة الطلبات، وبالأخرى صينية الطعام، وعلى وجهه انعكس ما كتب على لباسه. فبكلمة مش عيب معنى جوهره بأننا كلنا أبناء تسعة، ويبقى العامل والبناء والسباك والنجار والخياط والزبال والجرسون بإنسانيتهم كصاحب الآلاف ومالك المليون. لو سمحت. نعم. بدل أطلبني. على رأسي رح ألبي لك طلبك، لكن قبل ذلك أنا بدي أطلب منك طلب، أن أقول لك وللمشاهدين في الـ MBC بأن الناس سواسية. هذا ما تعلمته في مطعم لم أملأ به بطني بقدر ما تشبعت به نفسي، بأن الجميع مدير ووزير كبير وصغير سواء كأسنان المشط. عماد العضايلي، MBC، عمان. مشاهدين، في عام 1985 ظهر شاب ألماني يبلغ من العمر 17 ربيعا على الملاعب الإنجليزية في بطولة ويمبلدون العالمية للتنس.